صف اليوم. بونجور. بونجور. أكيد. معك أنت؟ معنا مدام ميري اليوم؟ أنا محل مدام ميري. ياي. بونجور. بونجورين. كيفك؟ منيحة. ماشي الحال؟ إيه. ميرسي. بس لخبرهم بيجوا لأنه ما بيعرفوا. بس ما تقولي لهم. أوكي. قولي لهم مدام ميري. يلا. بليز عيطي لهم وقولي لهم مدام ميري وصلت. أوكي. جايز. يلا يلا مدام ميري إجي. صباح الخير. كيفك؟ كيفك سيد؟ تمام؟ أنا كمان تفاجئت. لا، بونجور. سمعت أنا فكرت مدام ماري عرض صوتها صار شي خير. صباح النور. بونجور. يلا وين البقية؟ يلا عيط لهم. شو هي؟ كثير برد. سقعة؟ أنت بتطلع جيب جاكيت، قوتك قريبة. عندي جاكيت بس خلص. بونجور دينا، كيفك؟ كيفك بنتي؟ كيفك بنتي؟ حكى علي؟ هذا مالي صاير شي استاذ؟ فرحانة قوي إني عملت فينا وين الباقية؟ ليش تأخروا؟ أنا عملت فيكم مقلب هو قال أيوة بس فرحانة إن أنت عملتي فينا المقلب يعني بونجور هايدي كيفك؟ هلا بتعرف وين بقية رفايل؟ ليش تتأخروا على الصف؟ لا ما تأخرنا هلا الساعة 10 إلا 4 دقايق ما دق الجرس؟ هو عشان ما دق الجرس ليحضرونا إنه بلش الصف اوكي بأمرك بركي هلا مرضوا تصير لك شيء طيب بدي بس قبل ما أبلش صف الموسيقى أو صف الفوكاليز هلأ معكم بس بدي أقلكن على كم شغلة لأنه يعني أنا عم لاحظهم أول شيء كتير عم تتأخروا تتناموا وهيدي شغلة منا منيحة أبداً للصوت يعني أنت إيهاب اليوم كيف بدك تغني؟ كيف بده يفتح تمك أنت ومأخر تتنام؟ هلا مين عم بيحكينا أستاذ ميلاد ولا مدام ميري؟ مدام ميري أوكي يلا تحولت مدام ميري؟ بس عادة بس بلش تحكي كون عم تمسح العوينات وتحطهم ما في عوينات هلا اوكي بعدين لازم 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 تنزلوا على الصف بنشاط تنزلوا مثل الميتين كيف بدكم تغنوا انتم ميتين هيك واحد بينزل على الصبح بيبقى فريش بيبقى شو نسيم بعدها نصك بالتخت بدنا نوعة يعني بدنا نوعة نكون نشيطين تنزل على صف الموسيقى وقال لك كيف بيفتح صوتكم صح 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 افتح اكثر ابني عرب قرب قرب لعندي هون لحتى اشوفك وافتح افتح بس عاد توقفنا هون طيب اوكي بس افتح تمك رافائيل افتح لحتى يبقى ليه مأخر ابني على الصف سوري مدام ميري يلا بس بعد من الاول لا شربان مي ولا شيء من الاول تتعرفوا تتعلموا توعوا بكير تتروقوا فيكم توعوا على السبعه تتروقوا تحضروا حالكم وتجوا على الصف اوكي نروح على الصيد قبل شو مع الصيد هلا بشوف مين بده يتصيدك يلا اوكي شو رايك بصوته رن رن بس بعد في رن اكثر صح اذا فتح تفاحه فتح تفاحه اوكي والاي ظبطها كمان اوكي فك ايديك فك ايديك ايه ايه فك ايديك ريحوا حالكم شو هالولاد شو هالولاد مربطين مربطين حالكم انتم عم بتغنوا اوكي ريحوا حالكم لحتى يطلع صوتكم منيح يلا رافائيل من جديد ابني بده يطلع صوتك بالبرايم ما كان طالع صوتك منيح ايه بالبرايم كان فيك تغني احسن yeah. معها اوكي يلا هيك حق يا يلا 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 برافو شفتوا شو احسن رن صح يلا يلا شو هيدي يلا هيدي عم
سو كل ما فتحت تمك ابني كل ما بيطلع صوتك احسن، صح؟ انتوا عم بتغنوا على المسرح، صح. افتحوا تمكم، افتحوا تمكم انتوا عم بتغنوا. طيب طيب بين صوتكم. ايه مش له تمكم. طبقة صوته شو رافائيل؟ طبقة صوته مطبوقة هلا. طيب بدنا نطبقها، اوكي؟ بعدين بدي منكم شغلة، عن جد، أنا لأنه بحضر وبشوف. تيبكم مشلوحين وين ما كان. اوكي؟ الترتيب بالأوض منه كتير. بدكم اطلع بشوف الأوض هلا؟ بطلع هلا بشوف الأوض، علي بطلع بشوف الأوضة. بدكم ترتبوا. ما فيكم هيك بالأكاديمية تكونوا هيك، يعني الفنان ببلش بيرتب تيابه. اوكي؟ شو دينا؟ الجالي كمان. ما معقول تضل دينا تجلي كل الوقت، كلنا بدنا نجلي. لا كل يوم واحد بس بيعملوه لاخر اليوم بقى بالليل. فعلا لاي نصيت عليها. اوكي. طيب رجع رفيق، يلا اخر مرة، قبل ما دينا قبل ما جني اسمعوا مني، اسمعوا. شو عم بيصير؟ يلا. برافو رافائيل، يلا من جديد. ما في شيء غلط، كله صح. يا بنتي وين؟ ليش مأخرة على الصوت؟ شانتيل؟ مسيو؟ ليش وعيت مأخرة؟ لأنك نمت مأخرة، صح؟ سوري بعد نمت. وليش نمت مأخرة؟ كنت عم تقلي بطاطا كل الليل. بتناموا مأخرين وبتكون توعوا. ليكي كيف بنتي؟ كيف بدك تتمرني للبرايم؟ بنتي بكره إذا عندك حفلة بتقولي لهم سوري نمت مأخرة؟ أوف. مش عم تضحكي؟ لأنه ما شكله معصب، ما بقدر صدق. يلا هايدي. بكره تشوف شو حتعملوا. هايدي عرفتي بتفتحي تميك؟ بتعرضي صوتك وبتطلعي كل صوتك، اوكي؟ بتاخدي نفس. يلا. يلا. لو سمحت. يلا. بعده نايم. تفشي لقدام بنتي وافتحي، اوكي؟ ما تشدي، يلا. تريحوا صوتكم. ما بحط مرة ال 24 ما بشوفكم عم تصرخوا. يعني إذا بتكون تصرخوا تعوا صرخوا هون. أوكي؟